استشهد 3 شبان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها طوباس ومخيم الفارعة جنوب المدينة بالضفة الغربية. نعم، وعم إضراب شامل في طوباس حدادا على أرواح الشهداء وتنديدا بتصعيد الاحتلال واعتداءاته بالضفة. عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال في مدينة طوباس ومخيم الفارعة، ارتقى خلالها 3 شبان. منع الاحتلال سيارات الإسعاف من نقل الجثامين، ورافق عملية الاقتحام عدة جرافات. اعتلى القناص في أكثر من نقطة وسط اشتباكات وانفجارات واقتحامات للمنازل. المقاومة خيارا يتعزز، وهو إرادة شعبية ووطنية، يعني بدأت الآن تتماسك أكثر فأكثر. عندما يتوحد سيفرض الكبح على هذه الإجراءات والتمادي والتغول في الدم الفلسطيني الذي تلجأ له سلطات الاحتلال، وخاصة في ظل هذه الحكومة العنصرية الفاشية التي لا تفهم غير استخدام القوة ضد الشعب الفلسطيني. وفي بقية مدن الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 فلسطينيا، عدا عن عمليات الاعتقال للعمال من قطاع غزة والذين يتعرضون إلى أبشع أنواع التعذيب والإهانة. الاحتلال كحكومة مفلسة بكل المعايير وبكل المقاييس، وعندما هي شنت حرب شاملة على الشعب الفلسطيني هي تنطلق من نزعة انتقام بكل ما تحمل كلمة من معنى، وهذا ظاهر من خلال أولا التنكيل بالأسرى وتعذيبهم جسديا والضرب المبرح وما إلى غير ذلك. عمليات الاعتقال سابقها عمليات اقتحام لعشرات المناطق التي رافقها تدمير للطرق العامة وللبنى التحتية وخرابا في داخل المنازل الآمنة التي يتم اقتحامها بالكلاب البوليسية. ما يحدث في غزة ومدن الضفة بما فيها مدينة القدس من تدمير بشكل ممنهج واستهداف للأرواح يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقيم الإنسانية، ويتطلب تدخلا حقيقيا وفوريا من المجتمع الدولي. لتلفزيون دولة الكويت من الأراضي الفلسطينية دارين غير.